السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا ومستمعينا متابعي برنامج كورة، حلقة جديدة. البداية من أبرز المتابعات، الكابتن باسم قاسم في تصريح لكورة: كأساس بالاتجاه الصحيح ويجب أن لا نبالغ بالسلبيات والإيجابيات. إن شاء الله يصير بالاتجاه الصحيح، بس أنا بس فقط أقول علينا لا أن من نعطي رأي يعني نبالغ بالإيجابيات، وبنفس الوقت أن لا نبالغ بالسلبيات، وبنفس الوقت لا نمسك العصا من الوسط، وعلى الآخرين أن يتقبلوا هذا الكلام، يعني اللي ما بي مثلا مسك العصا من الوسط لأنه في صالح المنتخب الوطني. شوف الأمور ماشية بشكل جيد، لكن لا يزال يعني أكو بعض الأمور نتمنى أنه إن شاء الله في قادم الأيام الأمور تمشي بالاتجاه الصحيح، وخاصة في ظل هذا الدعم الكبير والهائل، وفي ظل أسهل بطولة في تسميات كأس لأول مرة، غايتنا أنه أن يصعد المنتخب العراقي، وإن شاء الله ثقتنا كبيرة بكاسيس وبإخوان كاساس وإخواننا بالاتحاد، إن شاء الله قادرين أن يذهبون مرة بينا ثانية إلى نهاية كأس العالم، ونتمنى لهم التوفيق. المدرب عماد هاشم في تصريح لكورة: حارس المنتخب الأولمبي حسين حسن يستحق الثقة في أولمبياد باريس. وشوف إذا العدد ثلاثة أنا أروح باتجاه اللي نعضد بداخل الملعب اللاعبين اللي هم أكثر خبرة، يعني ثلاثة اللي بداخل الملعب. حارس المرمى أنا أشوفه حارس جيد، وحارس يعني يقدر بأنه يكتسب خبرة من خلال هاي البطولة، ونصنع حارس جديد، لان يعني انت تعرف الحراس هم تقريبا اعمارهم متقاربه، فنحتاج حارس مرمى اصغر من عندهم حتى يكتسب خبره في هذه البطوله حتى يقدر يلعب بالبطولات القادمه. يعني ما نعتمد على اي حارس؟ لا، يعني من وجهه نظري بانه يبقى. حسين حسن كان جيد وله مستقبل، حتى كوميل سعد عنده امكانيات عاليه، بس يحتاج بعد بعض التوظيف الصحيح في سبيل بانه تقدر بانه تصحح الاخطاء اللي عنده في سبيل بانه يكون حارس من المنتخب الوطني. انت خلال هذه الفتره ايش قد يريدون يلعبون الشباب اللي موجودين عندنا بالمنتخب الوطني بعد سنه سنتين ثلاث؟ لازم تزج، فبهاي السنتين حارس شاب حتى يكتسب الخبره خلال هاي السنتين مثل قدامك. يعني انا في فتره عمو بابا الله يرحمه، يعني كان عمري 17 سنه، سنتين لعبت بطوله الصداقه والسلام، اكتسبت خبره ومشيت مع السنه بالمنتخب. نفس الحاله. الحارس علي كاظم: مستوى الحراسه في العراق جيد، واحترم قرارات المدرب خيسوس كاساس. اكيد اللي انتظر اتمنى انه اكون متواجد مع المنتخب الوطني، ووجهه نظر الكادر محترمه جدا، واتقبل اي شيء. عندنا افضل حارس في العراق جلال، وعندنا احمد باسل، وعندنا محمد صالح، كل ممتازين امانه. اكيد مختلف جدا، النقل الاعلامي، تسليط الاضواء، شيء يعني امانه شيء جميل جدا، واتمنى يستمر هذا الشيء وتطور نحو الاحسن. شنو طموحنا مع زاخو؟ اكيد نتواجد بالفرق المقدمه، فرق الثلاثه، واكيد نفكر بالموسم القادم بالمشاركه الخارجيه الاسيويه ان شاء الله. الكابتن لؤي العاني: الزوراء عاد الى ثقافه الفوز، وسنلعب كل مباراه كانها نهائي. فهذا يعني ينحسب للاعبين، وينحسب يعني جاي نخلق فرص وزياده عدديه بال بال اللي قدام، يعني يم الجول مال الفريق الخصم. فالحمد لله على كل حال، يعني الولد قاعدين يطبقون تعليمات مال المدرب، ويعني يعني نفسيتهم وحالتهم النفسيه زينه، من يكون نفسيه اللاعبين زينه فطبعا راح يكونون هذه النتائج. طبعا طبعا احنا صرنا نلعب كل مباراه بنهائي، يعني بصراحه صار عندنا ثقافه الفوز مثل ما تقول، يعني اللاعب يتعود انه يفوز. يعني اليوم اللي يتعادل او اليوم اللي يخسر به يعني مستحيل ما يقدر حتى ينام، لان هذه الثقافه تجي ويا الفوز ويا الاراده ويا الرغبه مال اللاعبين. فالحمد لله قاعد تشوف قاعد نفوز مباراه ورا مباراه. لازم بعد نشتغل بعد احسن، لان عندنا طبعا اكو اخطاء لازم نصلحهم على مود نزيد بعد نستمر بهذه النتائج ان شاء الله الفوز. المدرب المحترف ايمن الحكيم يطالب بتقليص عدد الانديه في الدوري. هلا ربما يعني انا ما اخذت فكره كامله عن كل الفرق، لكن بحبه انا الدوري العراقي وبتابعه، كنت وانا اول مدرب عراقي، اول مدرب سوري وعربي اشتغل بالعراق بال 2010 بنادي دهوك. هاي يعني هذا الشيء هو اللي بيشجعني انه لا، الدوري العراقي بالعكس دوري ممتاز، دوري يعني انا بس بقول انه يمكن انه اللي عم ياخر شوي بالاحترافيه عدد الفرق،
يعني انا بريد يعني انه بحب انا هذا كله، بالعكس معلمين واساتذه اللي عم يشتغلوا بالاتحاد، بس بقول انه دائما وقت بيكون العدد اخف من 20 نادي يكون 18، بصير في قوه اكثر، بصير في حماسي اكثر، وبتقوى الفرق الثانيه. الكابتن جاسم غلام يكشف سبب تسمية المدرب أيوب أوديشو بالقديس. هذا يحدد الكادر التدريبي المتواجد، الفرق اللي تعرف بالترتيب الأخير يلعب، يريد يطلع مباراة أقل شيء بالتعادل بنقطة واحدة، لهذا السبب يلعبون متكتلين في الدفاع، لهذا السبب تعرف اكو حلول للكادر التدريبي خاصة من القديس كابتن أيوب أوديشو يعرف هذا الأسلوب. كابتن أيوب مو أنا قيمة، وكل الجماهير العراقي تعرف صاحب بطولات، صاحب انجازات، اذا كان مع نادي القوه جويه مع فرق اخرى، لهذا السبب العلاقه الطيبه مع اللاعبين مع الجماهير بصوره عامه، لهذا السبب واحترامه للاعب وحبه للاعب، حتى اللاعب كذلك يحترم الكابتن ايوب، هذا السبب يسميه القديس. تحية أخرى مشاهدين الذكار، مضيف كرة هذا المساء لاعب فريق نفط الوسط الكابتن مشكور كريم. مرحبا بك كابتن، اهلا وسهلا. مرحبا بك استاذ علي، تحيه طيبه لك ولمشاهديك الكرام. حياك الله. بالبدايه حدثنا عن وضعك مع نفط الوسط، شنو الاخبار؟ والله مثل ما تعرف انا حاليا ما اعرف الوضع شنو، يا اما انه انا خارج الفريق او داخل الفريق، لانه اي والله العظيم انا 8/5 لعب اخر مباراه اساسي مع الفريق. زين. بعد المباراة تبلغت انه علي مذكرة سابقة من قبل الكابتن عماد عودة، هذه المذكرة قلت لهم انطوني اياها، انطوني توقيعها، توقيع الادارة السابقة، توقيع الادارة الحالية. زين. ما جاي ينطوني فد جواب. عندنا اجتماع مع مدير الشركة اللي هو رئيس النادي، ولحد الان الوضع مبهم، يعني ماكو فد شيء رسمي، انه فقط يتكلمون وياي انه انت عليك مذكره وانت خارج الفريق. طيب شنو الاسباب؟ ما حد ينطيني. طيب عماد عودة واجا مدرب اخر، اجا مدربينها مو مدرب، فشنو وضعك بعد عماد عودة؟ هو خرج الكابتن عماد عودة، بعدها اجا الكابتن ثائر جسام، التحقت مع الفريق، تبلغت بشكل رسمي من قبل الكادر التدريبي ومن قبل اداره النادي. زين. انه لازم التحق بالفريق لانه انا عندي عقد مع النادي، فالتحقت مع الفريق ولعبت مباريات رسميه بالدوري، لعبت المباراة مع نفط البصرة وكنت يعني لاعب أساسي، بعد المباراة ما أعرف شنو اللي صار، لحد الآن الوضع مبهم، بس أنا اللي يتكلمون وياي بشكل شخصي إنه أنت خارج الفريق، لكن أريد دليل أو كتاب رسمي، ما حد جاي ينطيني كتاب رسمي أو دليل. نتكلم مع رئيس النادي. شنو السر أو غموض استمرار نفط الوسط بهذا الوضع المأساوي؟ من بطل دوري الى مستمر بنتائج مميزه، هذا الموسم نفط الوسط يختلف تماما، وين المشكله؟ استاذ علي انت يمكن اعلامي واكيد وتعرف اللي دا يصير في الوسط الرياضي، لكن في امور يعني وكواليس يعني ما حد يعرفها. الصراعات الاداريه اللي صارت داخل الفريق هي اثرت بشكل كبير. تعرف انت بدايه الموسم او حتى الموسم السابق المباريات الاخيره النادي يعني استقطعت عليه الاموال، وانت اليوم تعرف يعني الماده هي عصب الحياه، ليس في الرياضه فقط، يعني انت اليوم في كل مؤسسات الدوله او كل موظف اليوم اذا ما يتقاضى اجره ممكن راح تشوف انه تكون مطبات كثيره. نادي نفط الوسط اللي وصل به لهذا الحال، ممكن الشركه الراعيه او احنا مثل ما نسميها بلغتنا مزاجية المسؤول، يعني اليوم المسؤول يجيك المسؤول الشركة الراعية يقول لك أنا اليوم ما أحب عمل هذه الإدارة، إنه أنا مثلا ما أريد هذه الإدارة تبقى بالفريق، فأنت تشوف التخبطات هنا راح تصير والضحية راح يكون هو النادي واللاعبين. هذه هي احد الاسباب، يعني الماده اللي امتنعت تنطيها الشركه لاداره النادي وللاعبين. طيب الشركه تتعامل وفق سياقات اداريه، هل هناك ايادي خفيه عملت على تخريب وضع النادي في ظل تواجد هيثم بعيوي بكل صراحه وامانه؟ استاذ علي انت يمكن تعرف بي، انا اللي بقلبي على لساني اتكلم بي. اي اكيد اكو هنالك ايادي خفيه عملت للاطاحه باداره هيثم بعيوي. هما أنا يعني أكو أمور يمكن ما أحب أتحدث بها ولا أحب أتطرق لها،
لكن اليوم انت يعني كنت تعمل في نادي نفط الوسط، لازم احنا باللغه العاميه الخبزه شويه لازم تعثر، صح؟ فانت اليوم مو من حقك تروح تعمل ضد النادي وتعمل ضد الاداره حتى تبين للناس فشل هذه الاداره. يعني انا اليوم امتلك علاقه شخصيه مع كذا مسؤول، ما استخدمها لدمار هذا الكيان ولا استخدمها لدمار هذا النادي. استخدم علاقاته لتدمير النادي؟ اي نعم. عن شخص شنو؟ لاعب، مدرب، اداري؟ شخص كان مسؤول في اداره نادي نفط الوسط السابق. اي نعم. هو اللي سبب اللي دا يصير كله بنفط الوسط؟ كل اللي دا يصير هو سببه، يا اما انه اني اخذ منصب بالنادي، يا اما انه اني انطي ايحاءات للناس انه هذه الاداره غير قادره. زين انت الاداره شلون غير قادره والاداره امتنع عليها الاموال؟ واليوم هي الاموال عصب الحياه استاذ علي. يعني انت انا راح اذكر لك منصب مشكور، خليه منصب، راح اذكر لك راح هو عامل بالاداره السابق وعده تجارب ناجحه مع نفط الوسط، ليش ما ينطوه منصب؟ عنده منصب بالاتحاد العراقي. والله عضو اتحاد عراقي، شو يريد بعد؟ عضو اتحاد عراقي لكره القدم. أين حالي؟ تمام. خليني اسالك سؤال صريح ومباشر، لانه دفاعك على اداره هيثم وتحياتنا له يوحي بالاخبار اللي وصلتني انه انت متنفذ جدا بهذه الاداره، يعني انت تجيب لاعبين او انت تغير مدربين، مدرب اللي مو على مزاجك مثلا بحكم علاقتك مع الاداره طبعا ما يستمر بالفريق، حقيقه هذه مشكور؟ زين اذا على هاي السمعه، زين ما طلعت عليه غير سمعه. شلون؟ استاذ علي شوف اليوم، اليوم اكو اداره، اكو اكثر من 8 اعضاء، وما ممكن انه انا اليوم شخص واحد اجي اغير قرار هذه الاداره اللي طبعا. اللي هي مسؤوله عن هذا الكيان ومسؤوله عن موظفين، فهذا الموضوع غير منطقي. لكن البعض انه حاول انه يبعد مشكور من النادي او بطريقه يعني ما احب اتطرق لها، لكن انت قلت انا تربطنا علاقه جدا طيبه مع الاداره، او علاقتي لحد الان الاداره هي خارج النادي تربطنا علاقه جيده بهم. لكن اليوم استاذ علي انا اليوم ما ادفع ضريبه، انا اليوم جاي موقع ويا كيان نادي، جاي موقع ويا مؤسسه. انا اليوم اجت اداره ما لي علاقه بالاداره السابقه، انا اليوم اعمل لكيان هذا النادي. ف يعني مع احتراماتي لبعض العقليات اللي تدير المؤسسات الرياضيه او الانديه اللي تفكر بهذه الطريقه اللي يخلي اقول لك اياها، انا اعتبرها تفكير سخيف جدا. بس هواي غير نفط الوسط مدربين هذا الموسم، ماجد نجم، عباس عطيه، عماد عوده، ثائر جسام، حيدر عبودي، وربما القادم، ليش؟ شنو السر؟ وين مشكله نفط الوسط؟ هي عقده يعني صارت بالفريق من الموسم السابق، يعني الفريق اخر 10 مباريات الموسم السابق هو ما محقق اي انتصار. الان 28 مباراه الى 29 مباراه ما محقق اي انتصار. فقلت لك هذه العوامل والامور الماديه. انا شوف استاذ علي في بدايه الموسم، احنا 4 اشهر ما مستلمين رواتب. ما عندنا رواتب، انت تعرف النادي اغلب لاعبي محافظات. انا راح اذكر لك حادثه وهذه صارت امام عيني يعني، وبوقتها تدخل الكابتن ماجد نجم، اوجه له كل التحيه. احد اللاعبين مهنته كره القدم بس، ما عنده اي مهنه. زين. ما احب اذكر اسمه حتى لا اخلي تحت احراج. المؤجر 4 اشهر هو ما منطي، المؤجر طلعهم من البيت. والله العظيم عندنا مباراة مع تهوك اتذكر المرحلة الأولى، اللاعب اجى بالمنزع يبكي يم الكابتن لأن أهله مطلعينهم برا البيت، هو وأهله، هو يعني مو إيجار فندق النادي مأجر، هو وأهله، عن عائلته، لأنه هو الوحيد اللي يكد على أهله. فهذه أحد المأساة اللي داخل نادي نفط الوسط. ومثلهم كثيرين لأن كلهم أرزاقهم على كرة القدم. الكثير هذه هسه أنت تسألني تقول لي التخبطات وهذه، اليوم أنا لاعب كرة قدم، احنا اليوم في دوري نجوم العراق ودوري المحترفين، اليوم اللاعب لازم تتوفر له كل سبل الراحة وكل سبل النجاح. أنت مثل هيك وضعية فأكيد النادي راح يوصل هذا الحال. والحل بتغيير المدربين؟ المشكلة نفسها. يعني المدربين يقول لك انا جيت استلمت الفريق، المدرب ما توفق، المدرب
يصير عنده خسائر، ممكن المدرب يقول لك انا ما اقدر اعمل في ظل هذا الوضع. البعض منهم قدم استقاله والبعض منهم اجت فتره من الفترات اداره نفط الوسط سمت الكابتن نور صبري اداري لهذا الفريق لتصحيح لاعطاء روح زخم للاعبين، ما ضاف شيء تواجد نور صبري مع الفريق. استاذ علي، هي اعطاء الروح للاعبين احنا محتاجيها كلاعبين، لكن اعطاء الروح للاعبين لازم يكون بتواجد الكابتن نور صبري. الكابتن نور صبري يجي له يومين 20 يوم في السعوديه تحليل، او يعني اي روح يقدر يزرعها باللاعبين او اي شيء يقدر يضيفه للفريق. يجي يحضر مباراه يروح يبتعد اربع خمس مباريات. فانت تحدثني عن الروح، احنا صح كلاعبين محتاجين هذه الروح، لكن فتره تواجد الكابتن نور صبري بس انت ما اعتقد هذه القصه مشكور. انت لاعب، الاداره المفروض تسال هذا السؤال، الاداره اللي وقعت الكابتن نور صبري. لا انا طبعا اكيد صح؟ كلاعب، بس انت سالتني اللي اعرفه انه بتواجد نور حتى شهدنا تالق حارسكم في اكثر من جوله مصطفى زهير. الحارس مصطفى زهير هو من يعني اضاف روح لحارس المرمى. هسه ما اعرف شنو بعد اضاف كلاعبين، ليش سالتك؟ انت سالت وياكم، قعد وياكم، سولف وياكم، هيك يرات سمعه الفريق، لان نور صبري محقق دوري مع هذا الفريق. طبعا اكيد هو اول ما اجى استلم الفريق تكلم هذا الكلام وقال انه نادي نفط الوسط ما يصير يوصل بهذا الحال واحنا لازم كنا نتعاون وكذا، قال هذا الكلام. لكن انت سالتني قلت لي عن الروح اللي 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 بذلها داخل الفريق. انا احكي لك عن تواجد، يعني انا اليوم كلاعب ماشي بالتواجد مستمر مع الفريق، يعني قلت لك يجي له يومين يحضر له مباراه يروح يغادر الى السعوديه 20 الى 15 يوم يلا يلتحق مع الفريق. هو مستمر مع نفط الوسط لغايه الان كمدير؟ والله ما اعرف، بس هو اتذكر يعني شفت له تصريح ببرنامج هاتريك قال في ظل هذه التخبطات وهذا الوضع انا ما راح استمر مع الفريق. اي شخصيه رياضيه ما تقدر تعمل بهذا الفريق. الوضع صعب جدا في نادي نفط الوسط، صراعات والامور تسير اشبه بالحرب. زين، اريد اسالك عن حادثه حدثت مع نفط الوسط هذا الموسم اللي تكلم بيها المدرب المساعد حسن هادي، تذكرها بالسياره وانتشر مقطع فيديو وبيها الفاظ. اي ذكرت. شنو القصه والتفاصيل؟ انت اقرب واحد على هذا الفريق وتقدر تحكي لي القصه بالكامل. التفاصيل اذكر يعني بلعبتنا ومبارياتنا امام امانه بغداد. أي. في ملعب امانه بغداد هو الفيديو انتشر بالباص، يعني باص الفريق بعد المباراة مباشرة، وانت ممكن حضراتكم كلكم شفتوا وشاهدتوا الألفاظ النابية اللي صدرت من قبل المدرب، وبعد النادي اتخذ قرار بإبعاده، الاتحاد العراقي اتخذ قرار بعقوبته لمدة سنة كاملة. لكن هذا الموضوع راح أربط لك موضوع ثاني ويمكن هذا ما حد يعرف به نهائيا، وهذا اللي أول مرة راح أتطرق به. بعد مجيء الكابتن ثائر جسام لاستلام مهمة تدريب فريق نادي نفط الوسط. زين. يعني أنا أحب أوجه أشبه بالمناشدة لأبناء الخط الصدري أو لأبناء التيار الصدري وإلى سماحة السيد مقتدى الصدر، اليوم هو راعي الإصلاح في هذا البلد. اللي تتكلم عنه حسن هادي هذا يتكلم باسم محمد الصدر، يتكلم باسم سراي السلام. راح اذكر لك حادثة بسيطة. يتكلم لو يهدد. يتكلم ويهدد باسم سراي السلام ويتكلم يعني كلام جارح، وراح اذكر لك هذه الحادثة وانا يعني ما ودي اتطرق لها، بس هو الموضوع بعد انت سالتني هذا السؤال. زين. في مباراتنا العفو بعد استلام الكابتن ثائر جسام مهمة تدريب فريق نفط الوسط، بعد مباراة الحدود اجى للتمرين، هذه الحادثة ما حد يعرف بها بس داخل نادي نفط الوسط، سحب سكين. سكين سحب على الكابتن كرار جاسم اللاعب الدولي وعلى الكابتن ثائر جسام، ومنحهم ما يدخلون للملعب، ولغت الوحده التدريبيه قبل مباراتنا احنا وكربلاء بيومين. منو بس دقيقه خلينا نحكي هيك، منو سحب سكين؟ حسن هادي المدرب المساعد. المدرب المساعد اللي ظهر بفيديو سابق وتكلم به كلامنا ويغلط، واثناء ما يسحب السكين على اليوم انت تسحب السكين على تاريخ كرة القدم في العراق اللي هو الكابتن ثائر جسام والكابتن كرار جاسم. لازم سكينه وما تفوتون للتمرين. لغت الوحدة التدريبية والله، والكابتن ثائر جسام رجع للتمرين، لكن للأمانة كرار جاسم وقفوا بهذا الموضوع، وبعلاقاته الشخصية اتصل على مركز الشرطة او مدير مركز الشرطة
وجاب دورية ثلاث سيارات يمكن، وأخذوا هذا الشخص انسجن يمكن ساعتين أو ثلاثة، بعدين كتب تعهد على نفسه عدم تعرض. عدم تعرض، بس هو أثناء المشاجرة اللي صارت بقى يتكلم بالملعب، أنا ابن محمد الصدر، أنا ابن سراي السلام، أنا كذا كذا كذا. هو كسلوك رياضي. أنا أتكلم لك باللي صار. كسلوك رياضي، مدرب مساعد يجي للتمرين يسحب سكين لا يخلي الكابتن يفوت بقيمة كرار جاسم، أو مدرب الفريق بقيمة الكابتن ثائر، ما تفوتون؟ استاذ علي هسه انت ما تصدق. لا مو ما اصدق، بس تسمح لي اخابر احد اللاعبين هو كابتن الفريق؟ تفضل. والله العظيم يعني هذا حديث بكل صراحه، احنا نتحدث عن دور النجوم وعن تطور كره القدم، وانت جاي تقول لي مدرب مساعد بهذه الطريقه يتصرف. منو جاي تتصل؟ حارس مرمى نادي نفط الوسط علي كاظم قطفان. تمام. علي حبيبي شلونك؟ هلا ابو شكر يا حبيبي، شلونك؟ شو اخبارك حبيبي؟ مشتاقين؟ فدوه قلبك حبيبي، تشتاق لك الدنيا. انا شو حبيبي؟ شكو ماكو؟ والله بسلامتك. شنو اخبارك؟ مكانك فارغ؟ الله يسلمك حبيبي علي. علي اني هسه بالبث المباشر ويا الاستاذ علي سالم ببرنامج كوره. نعم حبيبي. سألني سؤال وأريدك بس اللي تتكلم لي باللي شفته. سألني عن الحادثة اللي حصلت مع الكابتن ثائر جسام والكابتن كرار جاسم، أحد المساعدين اللي هو حسن هادي ما يسمى أبو فريحة. سألني قلت له أنه سحب سكين على الكابتن كرار جاسم وعلى ثائر جسام ولغت الوحدة التدريبية، وهو اجت عليه دورية واخذته للسجن، سجل لمدة ساعات وبعدها كتب تعهد وطلع. علي هذا الموضوع حدث وصار في الوحدة التدريبية ولغت الوحدة التدريبية والكابتن ثائر جسام رجع إلى الفندق؟ نعم صحيح، لا حدث هذا الشيء بعد مباراة الحدود. تمام. زين تمام. نعم هو يعني صار الموقف انه تلفظ بالفاظ وسحب حسب ما قلت انت، بقى يتكلم بالملعب ويهدد باسم فصائل معينه. تمام قل له شكرا جزيلا، خابرك بعدين. وضحت الصوره للساده المشاهدين. علي حبيبي اخذ راحتك وان شاء الله اتواصل وياك بعد البرنامج. ان شاء الله اسف على ازعاجك حبيبي. حياك الله. نعم حبيبي جدا. حبيبي. وبعد هذا التصرف راح الى السجن المساعد ثلاث ساعات، وبعدها في السجن اكو ناس اتصلت عليه وطلعته. منو الناس؟ الجهات اللي هو يقول انا انتمي لها. تمام صحيح؟ نعم. زين هذه هي الرياضه اللي هاي الرياضه صارت سكاكين وميليشيات، وعلى تاريخ كره القدم اللي هو كرار جاسم كابتن ثائر جسام. زين واحد بقيمة كرار جاسم ليش استبعدوه من نفط الوسط؟ كرار محارب، اللي شفته خلال الفترة اللي كنت متواجد بيها بنادي نفط الوسط محارب يعني من قبل أشخاص رياضيين في المحافظة النجف. اي نعم، بس أنا أشوف الكرار كشخة النجف. أنا هذا تكلمت به أكثر من مرة. كرار أحد رموز وركائز في نادي النجف، العفو في محافظة النجف بشكل عام. هو عراقيا كشخة العراق وكشخة النجف. اي نعم، وصاحب لكن لقب آسيا. لكن أنا اللي شفته أنا حتى كرار كان يعني أنا كرار كان من الناس القريبين علي خلال تواجدي بالفريق. كرار جاسم كان يشكي لي، يقول لي إنه أنا محارب، أنا كذا كذا. هو اليوم أنت أي نجم تشوفه في محافظة تلقيه محارب. منو بالضبط محارب؟ يعني ناس في محافظة النجف، ناس رياضيين. شنو الغرض من محاربة كرار جاسم؟ والله ما أعرف. يعني غيره، مصالح، تقاطع، اسم، شنو؟ يعني هو اكو ناس يعني أحد أبناء جيله يعني حاربه. نعم اللي موجودين داخل نادي نفط الوسط حالياً. لا حاليا ماكو واحد بجيل الكرار جيل 2007 بنفط الوسط. لا موجودين، اذا كانوا مسؤولين اذا اداريين. ولاعب سابق في نفط الوسط.
يعني احد ابناء جيل 2007 بس هم اصدقاء. ليش يعني انا عرفته الجمهور عرفه حتى هو كرار لي طبعا لكل اللي يذكر اسمه في هذه البرنامج او يلمح على انه مذكور اسمه فانا موجود والبرنامج موجود يردون. شنو السبب؟ انا هذا حتى اللي سمعته من قبل وانت مسؤول قبل عن كلامك مسؤول عن كلامك يعني يريد يحاكيك ويحاججك وتقدم دليل بقضيه اي قضيه انطرحت. سمعت الكلام من قبل واضح. صديق وزميلي كرار جاسم واضح. زين قبل فتره تنزلت منشور كاتب بي مجموعة من القادة يقودهم عفوا خروف ويريد ينزل النفط أو ما شابه. شنو هاي القصة وليش يتواصل بمرحلة من الألفاظ مشكور؟ شنو اللي جاي يشوفه بعينك أستاذ علي؟ هو المنشور أنا نزلت يعني الكلام شوي يعني في بعض الأحيان يعني بالمناسبة حذفته ما بقى المنشور. حذفته لأن اتصلت عليه إدارة النادي وطلبوا من عندي أحذفه حذفته. شنو منو كان المقصود؟ يعني حكيت على البعض اللي موجودين اللي يعملون على خراب النادي. من ضمنهم اللي ذكرته في بداية الحلقة عضو اتحاد حالي؟ لا لا حكيت بشكل عام يعني على ناس يحاولون يودون النادي إلى الخراب. راح يهبط نفط الوسط هذا الموسم إلى دوري المظالم؟ 90% هابط إلى دوري المظالم. والله؟ والله. ومنو السبب الرئيسي؟ الصراعات اللي موجوده على اداره النادي. زين لو قلت لك اريد اسالك سؤال عام بوصفك لاعب باكثر من نادي بهذا الدوري وصار لك سنوات عندك تجربه بدورينا. الانديه النفطيه في العراق مو هواي؟ هو الانديه النفطيه اكيد كثيره وهواي لكن مرات كل واحد يطرح وجهه نظره لكن انا وجهه نظري اليوم كلاعب يعني ممكن انه أبقي النادي اللي يمتلك إنجازات. من هو صاحب الإنجاز ممكن أخليه مثل هذا النادي ويحصل الدعم الكامل للمنافسة على لقب الدوري. يعني شكو نادي ما عنده إنجاز أسده أعزله حتى مو أسده وأعزله ممكن تصير فد عامل مشترك بين الأندية النفطية ويصير نادي واحد مثل ما صارت بقطر ويا يمكن ناديين كان الأخوية أو الجيش صار دمج وصار يعني نادي واحد. لرؤيتك ولقناعتك وجهه نظري هذه نفط الوسط عنده انجاز بالدوري الكروي نفط الوسط يبقى مدعوم من الوزاره. عدا ذلك اجي اشوف منو النادي اللي عنده انجاز يبقى ما عنده انعزل ممكن او ندمج ممكن يدمج ممكن. هاي وجهه نظري. بس راح يزعلون عليك الانديه النفطيه بهاي الحاله. هذه وجهه نظري. زين كارتات ملونه وماذا جاء فيها؟ مشكور عندك كارتين اصفر واحمر، ايش تختار؟ الاصفر. هم المدافعين ما يحبون الكارت الاحمر. ماذا جاء في الكارت الاصفر؟ ما هي قصه اقترابك من الانتقال الى الدوري المصري ولماذا لم تكتمل الصفقه؟ هذه اتصل بي احد الاشخاص يعني قال لي انه جايك عرض من الدوري المصري وكذا وكذا. بس بعدين عرفت انه يردون الا يكون انت لاعب اخر سنتين لاعب حسب المعلومات اللي قال لي بيها لاعب منتخب لازم لاعب شروط الاحتراف بالدوري المصري اي لازم لاعب منتخب وانا ما لاعب منتخب. شوف اكو انا اريد اربط قصه هم تذكرتها. انت تعرضت لهجوم قوي جدا من بعض الجماهير بهذا الموسم تحديدا بدايته من صرحت قلت اجاني عرض من نادي القوه الجويه. تمام صح؟ تمام. ليش؟ اولا تعرضت لهجمه. عندك قصه العرض؟ عندك تليفون الكابتن سمير كاظم تقدر تتصل عليه في بدايه الموسم تعرف انه هو كان مدرب فريق القوه الجويه. تذكر هذه اي كان من المؤمل ان يسمى وبعد ذلك سمى خلاص يعني هو حتى اللي شفته صارت بعدها اعتراضات. زين انا قبل لا تصير الاعتراضات والمنشور اللي اعتذر به الكابتن سمير كاظم أنا قبلها اتصل بي الكابتن سمير كاظم وحتى اتفق وياه على المبلغ وقال لي أنت لاعب شاب وهذا نادي القوة الجوية ما أريدك تطلب مبلغ عالي. اتفقت وقلت خلاص يعني بعد بس بعد ما اعتذر الكابتن سمير كاظم أنا رحت وقعت النادي نفط الوسط. شنو سر الاعتراض أو الهجوم اللي صار أو الانتقاد من بعض الجماهير بعد تصريحك؟ ما أعرف والله. عندك مشكلة مع الجمهور أو فد شيء؟ لا لا بالعكس لا ما عندك شيء. تمثلت أندية نفط الوسط؟ أنا على فكرة ترى أنا ابن نادي القوة الجوية يعني لعبت كل الفئات العمرية لعبت من البراعم لحد ما وصلت للفريق الأول.
يعني تأسست في نادي القوى الجوية، لعبت براعم وأشبال وناشين وشباب وشباب الجوية. ووصلت للفريق الأول، بس بالفريق الأول لعبت لموسم وياهم، ما أخذت الفرصة، رحت طلعت من النادي، رحت لعبت في نادي الحسين وأخذت الفرصة واستمريت، رحت للكارخ و... أنت تشجع جوية؟ خلينا نادي السؤال اللي تحرجنا. لا ما أريد أعرف والله، يعني عادي كل لاعب كرة قدم كان يشجع بعدين صار لاعب، مو يعني مو فدية، مو عيب، مو سبة، فيا نادي تشجع بالعراق؟ أنا مو أشجع، بس ممكن إذا أقول لك يجوز ما تقتنع. لا ليش ما أقتنع؟ أكثر نادي أحبه بالعراق نادي الكرخ. الكرخ؟ أي نعم. ما أدري شو أشعر جواب دبلوماسي لين ما بي جمهور وما يزعل. لا لا يعني لا شجعت شرطة زوراء طلبة جوية؟ لا 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 بالعكس، انت اليوم هذه الانديه لها كيانها وهي امنيه وشرف لكل لاعب يعني يرتدي هذا، لكن الاجواء اللي عشتها في نادي الكرخ اجواء مثاليه قبل جدا. قبل هاي الاجواء وقبل لا تلعب، من كنت بالفئات العمريه شو تشجع مشكور؟ من كنت؟ اي كنت فئات انت اليوم ناوي تحجز؟ من كنت صغير فتي تباوع كره قدم ما حبيت نادي؟ ما كنت تباوع هوايه والله. والله العظيم جاوب زين والله ما كنت واعي. مثلت نفط الوسط، مثلت الصناعه، مثلت الكرخ، نفط ميسان. نعم. افضل تجربه محليه لك؟ يعني تجربتين الصناعه والكرخ. الافضل بينهما؟ الصناعه مع الكابتن صادق حنون. قبل شوي قال الكرخ عشت تجربه وانا اشجع الكرخ، يعني العمل الفني اللي عشته مع الكابتن صادق حنون والحريه اللي اخذتها بالنادي. انت تركت الصناعه لانه هبط؟ اي نعم. مو سبب ثاني؟ لا لا لانه هبط. زين، منو الاقرب هذا الموسم لحصد لقب دوري نجوم العراق من وجهه نظرك؟ القوه الجويه. القوه الجويه؟ نعم. بسبب؟ فريق متكامل يعني، حتى اللاعبين الاساسيين عنده دكه بدلاء تحسهم بقيمه اللاعب الاساسي. الشرطه كذلك عنده قيمه لاعبين القوه الجويه، انا اشوفهم افضل لانه لاعبين شباب فاشوف يعني القوه الجويه هو محظوظ اكثر في حصد لقب الدوري. بين ميولك للقوه الجويه. لا لا ايه مو؟ لا تحرجني. زين. الوان مع مشكور كريم. يا لون تختار؟ الازرق. ماذا جاء في اللون القوة الجوية اللي شجع مشكور؟ مشكور كريم اصغر محترف في الدوري التايلندي مع نادي راتشابوري. اي نعم. هاي المعلومة مو كثيرين يعرفوها ترى. ما حد يعرف بها. نحكي عنها. قلت لك من كنت في نادي القوة الجوية يعني الكابتن ناظم شاكر الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. بعدني من الفريق قبل انتقالاتي بيومين، بعد ما كان عندي وقت اقدر اشوف الفريق. لان تعرف لاعب شاب وفي بداية طريقي، فأحد وكلاء أعمال المصريين دخل لي عبر حساباتي الشخصية في الانستغرام، تواصل وياي وجاب لي عرض بالدوري التايلندي، لكن هذه التجربة ما طولت يمكن شهرين. ليش ما طولت؟ الوضع صعب جدا علي بذيك الفترة، كنت لاعب صغير والأكل شوية الأجواء كانت غير مناسبة يعني، وبالأخص الأكل عانيت من عنده جدا، وأنت تعرف بعد تايلاند الصين. بس الأكل؟ اي الاكل، وانا بذيك الفتره ما كنت يعني انه اقدر اشعر واقدر ابقى بالغربه. اقول لك كل من يلعب لبعض الانديه يثير بشكل مباشر او غير مباشر قضيه السحر ليش تضحك؟ شوفوا ابتسامته. شنو القصه؟ يعني تقريبا هذه موجود عندنا بالعراق. يعني بعض الاشخاص يؤمنون بهذا الشيء. اشخاص لو مدربين؟ يعني مدربين لو لاعبين لو ادارات؟ يعني انا اللي شفته في احدى الفرق يعني احد المدربين كان يؤمن بهذا الجانب اكثر من العمل الفني. والله؟ اي والله. يعني يعتمد على السحر اكثر من التدريب؟ اي نعم. فشو يسوي؟ شنو الطقوس اللي ممكن يسويها؟ هذا المدرب دربك؟ يعني احد المدربين. فشو يسوي؟ يعني استاذ علي انا هذا الموضوع ما احب اتطرق له بصراحه،
انا اليوم مو كل شيء اشوفه احكيه، انت ممكن عملك الاعلامي ما مندمج بهذه الامور، لكن ممكن توصل لك المعلومات وهذه. انا هذا الموضوع الله شاهد يعني صار قدامي، انه احد في احدى المباريات انا يمكن تحدثت بها في وقت سابق، شفنا رجلين مال نسر مربوطه وياها اشياء، بعدين من رجعت كاميرات النادي وعرفنا من هو الشخص ومن شو اسمه. تؤمن بهاي القضايا؟ ابدا. اليوم كره القدم اصبحت علم دراسه. احنا خلي نشوف اوروبا، هسه اوروبا احنا مو بس نشاهد، خلي نروح ندخل شويه بالجانب الايجابي. استاذ علي اليوم اوروبا اصبحت علم دراسه، كره القدم اليوم دراسه تدرسها. احنا نروح للسحر. اي لو نسحب سكين على قولتك قبل قليل ونلغي وحده تدريبيه كامله. وكان بوقتها الكابتن ثائر جسام قال لي انا هسه عندي مباراه اليوم اللي لغت عندي وحده تدريبيه واللعبه بعد باكر، يعني انا ايش راح اسوي؟ طيب شاشه كوره وماذا جاء فيها؟ بابا موسى خوش يسوي اجواء هذا معرب. شنو معرب؟ معرب هذا خوش يسوي اجواء. هذه في اخر مباراه بالدوري بلغوا بابا موسى انه عدم الحاجه الفنيه اليه. ايه فالمفروض يزعل. لا هو مرح جدا. ايه؟ مرح ونفس طيبه بصراحه، وخلق اجواء قبل ما يروح، وهذه ظل يدق بيها ظل يصيح في ملاي مسافرين على نفسه. حسش على روحك، شلون تعلم عربي؟ تجربته الطويله في الدوري العراقي، يمكن هو من سنه 2010 بالدوري العراقي، وهو مرح يعني بابا موسى من تقعد وياه، حتى كريم هو كريم النفس ويعني ينطي ويساعد. أنا خواك وحالات صارت قدام عيني يجيب تكرم يعني خروف وينطيه وزعه للفقراء هنا عندنا بالعراق. أكثر موقع إلكتروني تستخدمه بالعراق شنو؟ سناب شات؟ اي نعم. ليش؟ أحب هذا البرنامج. في خصوصية أكثر؟ ليش الانستغرام مالتك بمليون؟ تمويل لو لا هذا الانستغرام مالتي أنا منطي لو من جماعة الرشد. لا الانستغرام مالتي من طيل صديقي، عندي صديقي هو اللي يديره حسين من اهالي البصره. ينشر باسمك ويسولف باسمك؟ لا يعني من طيل هو ملتزم. اي بس باسمك الصريح. اي فشلون يعني اذا طبت معجبه عليك هو يجاوبها؟ لا في بعض الاحيان انا اجاوب، يعني هو الانستغرام مفتوح بحسابين خاصه انت معجباتك حسب ما وصلني هواي. لا ما عندي. شنو ما عندك؟ ما عندي. كثير السفر، يعني انت مستعد تروح لبنان اليوم ترجع بعد يومين؟ منين لك المعلومه؟ وايد سافر، ماكو لاعب كره قدم اجى قاعد اذا ما قال لي مشكور اكثر انسان يسافر بالكره الارضيه. علي انا اكو اشياء يعني ما احب اتطرق لها عن حياتي الخاصه، لكن انا اكثر الاوقات سافر شغل لو عندي التزامات شغل. اروح شغل، وفي بعض الاحيان يعني مرات ان تكون عندي اجازه مال الدوري 3-4 ايام اروح اسافر بيها. والله أسئلة سريعة وماذا جاء فيها؟ تعطيني أجوبة سريعة. أفضل مدرب أشرف على تدريبك؟ مدرب واحد؟ هاي ما صارت أسئلة سريعة. أعطيني اسم. مو أنا راح أظلم كثير مدربين. إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. عم نقول فلان زين مو معناه الآخرين مو زينين، بس أنت هذا تعتز بتجربته. أعتز بتجربته الكابتن صادق حنون. الكابتن صادق حنون تحياتنا له. السؤال الثاني صارت عركة عندنا بالشاشة. أفضل مدافع يمين حاليا بالعراق؟ مصطفى سعدون مدافع نادي القوة الجوية. مصطفى سعدون أفضل مدافع؟ نعم يمين. راح أناقشك بأجوبتك. أفضل حارس مرمى بالعراق؟ حاليا في هذا الموسم؟ طبعا علي كاظم حارس مرمى زاخو. زاخو تحياتنا لعلي كاظم. أفضل مهاجم
عراقي في الوقت الحالي؟ أيمن حسين. أفضل محترف بدورينا؟ أفضل محترف في دورينا دريسة. دريسة. زين. نرجع لبعض الأجوبة. قلت لي أفضل مدافع يمين بالعراق مصطفى سعدون. ليش؟ شنو الأسباب؟ مصطفى بالفترات الأخيرة يعني اللي شاهدته إنه طور من نفسه كثير، وأنا اختاريته هاي وجهة نظري كأفضل مدافع يمين. تطور كثير وتشوفه راح يعني راح منتخب أولمبي، الآن الأنظار عليه منتخب وطني، هو أيضا لاعب شاب، فهو أنا أشوفه حاليا في هذا المركز هو أفضل مدافع يمين. افضل من حسين علي لاعب المنتخب الوطني اليمين المحترف أفضل. الدوري الهولندي افضل والله والله، او افضل من آلاي فاضل افضل. نعم اذا مصطفى سعدون الافضل بالعراق حاليا، الافضل مصطفى سعدون. زين قلت لي افضل حارس مرمى في العراق علي كاظم. نعم يعني علي كاظم احسن من جلال حسن واحسن من فهد طالب واحسن من محمد حميد واحسن. احنا شنو احنا هذا جوابك؟ شوف استاذ علي، السنوات السابقه او المواسم السابقه ما عليها خلاف، هؤلاء كانوا الافضل وحراس منتخب وطني. ما ممكن، لكن انا احكي لك بالوقت الحالي وكاحصائيات علي كاظم الافضل. الافضل. لكن انت تسالني عن جلال حسن، جلال قيمه وقامه طبعا، سنوات قيمه فنيه كبيره وطن. جلال حسن بس تقول هذا الموسم علي كاظم الافضل بالوقت الحالي. علي كاظم الافضل، وانطيك ابسط دليل، اكثر مباريات الدوري هو ياخذ افضل حارس بالجوله. صحيح. يستحق التواجد بالمنتخب؟ نعم يستحق وبكل قوه. نعم. المستطيل الاسود اختار لي مركز، يا ريت باختصار الوقت يداهمنا. قلب دفاع. ماذا جاء في مركز قلب الدفاع؟ افضل رابطه جماهيريه في العراق او افضل جمهور بالعراق من وجهه نظرك؟ الزوراء. الزوراء. نعم. الافضل في العراق. نعم الزوراء. الافضل لو الاكثر عددا؟ الاكثر عددا والافضل. ما راح يزعل بقيه الجماهير منك؟ انا واقعي وحقيقي اتكلم. وجهه نظرك. انت في من شوي تقول لي انت تميل للقوه الجويه، لكن انت تسالني السؤال اجاوبك. اي سؤال تسالني اياه اجاوبك. الزوراء هو الافضل. الزوراء هو الافضل. تمام. المركز الاخر اعطيني مركز ثاني. ارتكاز. ماذا جاء في مركز الارتكاز؟ هل ظلم، شوف سألت عن ارتكاز، جاك سؤال عن ارتكاز، هل ظلم صفاء هادي مع المنتخبات الوطنية؟ صفاء الفترات السابقة نعم انظلم في المنتخبات الوطنية، وانظلم أيضا حتى من الجمهور والبعض من الإعلام، لكن أنا ما يعجبني بثقافة صفاء، بقى مركز على ناديه وبقى مركز كيف يطور من مستواه وكيف يطور من نفسه. وانت تشوف صفاء حتى السنة الأولى كان مستواه مميز، والسنة اللي بعدها جدد للنادي، هذا ينطيك انطباع انه هو مستواه متطور، وانت طابع إيجابي للمدرب يجدد معه. شنو نوع الظلم اللي تعرض له صفاء تقول مظلوم مع المنتخبات؟ يعني تقصد بعدم الاستدعاء؟ لو بعدم الاستدعاء نعم، وكان ممكن يعني صفاء هسه ممكن واحد يخفق في بطولة ما، في مباراة ما، ممكن تقدر تتعامل وياه بطريقة أفضل، ممكن تتعامل وياه بطريقة الاحتواء. يعني أنت اليوم تشوف من تصير عليه هجمة من بعض المواقع وبعض الجماهير، أنت لا تروح ويا الجماهير ولا تروح ويا الإعلام. فصفاء الفترة السابقة ظلم، ظلموا بشكل كبير. زين. المركز الآخر، أعطيني آخر مركز. مهاجم. ماذا جاء في مركز خط الهجوم؟ من هو أفضل وأسوأ رئيس نادي بالعراق من وجهة نظرك؟ أفضل رئيس نادي بالعراق؟ باع عليه، لا تباع على السؤال، خلي الكاميرا تاخذك. والطين دم. لا بدون تردد، خلال فترتي الطويلة اللي عشتها شرار حيدر. أفضل رئيس نادي بالعراق. الله يرحمه. الله يرحمه هذا اليوم. أسوأ رئيس نادي بالعراق. ما شفت أسوأ رئيس نادي بالعراق.
صدق والله كلهم جيدين. دوري اسباني بعد هسه احنا مو دوري اسباني بس انت تقول افضل اسوء يعني ماكو ما شفت اسوء يعني اسوأهم بالترتيب اسوأهم بالعمل ما شفت. انا ما جاي اقول لك انتقده شخصيا انتقد دوره وعمله. لا ما شفت ماكو. لا ماكو يعني ممكن تنطي ادوار متوسطه دون متوسط تسألني أسوء رئيس نادي. طيب صورة وتعليق سنة جاي ما وقع لأي فريق. تمام الصورة الأولى. إلك التعليق تشوف الحارس شلون نايم. هاي بيا مباراة هذه مباراتنا أول مباراة بالدوري الموسم السابق مع نادي زاخو. أي على فكره هذه المباراه احنا متعادلين متعادلين و... وما طلعنا من الملعب خسرنا دقيقه 96 والفريق ما طلع من الملعب. احنا يمكن ساعه يعني ونص احنا بالمنزل محاصرين محاصرين. اي نعم. ليش؟ من قبل الجمهور هسه انتم فايزين. خلونا نطلع هوك؟ لا مع زاخو. زاخو مع زاخو مع زاخو هاي ضربه ولا... هذه غلبونا قلت له انا ضربه والحارس هذه الحجاره انا مسكت الحجاره ورحت انطيتها للحكم قلت له هذا الحارس ضربوه بس وقف المباراه ما قبل يوقف. لا بعدين من شاف الحجاره وشاف الحارس حيدر محمد خوش نايم نومه. صعبه كانت الاجواء بهاي المباراه. صعبه يعني جدا عشت قلق نفسي يعني صعبه جدا بس داخل الملعب تحسها كانه اجواء الدوري الايطالي كانه ما حرب. ايه الصوره الاخرى. هم عرفوا هذا منو؟ لا والله اعطيني الصوره فول سكرين. هسه انت واضح. لا حتى انا مو واضح جزء يعرفوني. صدق مو واضح. بس هذا صدق صفاء هادي؟ ابو الاحمر اني. اي وهذا صفاء هادي. هذه الصوره صفاء ابن منطقتي يعني علاقتي بيه مو هسه. يعني وانتم صغار اصدقاء. يعني علاقتي بيه من الطفوله من هو طفل واني. فكان من يصير عيد من يصير اجواء عيد لو اني اروح له لو اني كشخون يا جماعه من يصير عيد لو اني اروح له لو هو يجيني مثلا اروح له الساعه بالسبعة الصبح بثمانية اخذه ونروح نلقى الزهره معزله متنزل ننتظرها لحد ما تفتح وندخل بيها. يا هاي بالزهراء. هاي بالزهراء فتحنا الزهراء على دينه. هاي الصوره موجوده على الصفا هسه؟ اعتقد عنده يمكن داس اليه. دزوا له المقطع يا شباب. تحياتنا الصفاء وين ما يكون. عندي صور هواي انا هيك. عماد محسن تحياتنا له. عماد من الشخصيات المحترمه والمهذبه بصراحه. هذه كنا نلعب تنس. عماد محسن ما اتذكر يوم غلبني بالتنس، كل ما اغلبه يجي يقتلني. صدق؟ والله هاي الصورة شوف شلون دار شعري. عماد محسن من لاعب بقيمة عالية جدا مع القوة الجوية، حاصل على كأس الاتحاد الآسيوي دوري، إلى الآن شبه مختفي عن المشهد الإعلامي وبعيد عن الأندية الجماهيرية، شنو القصة؟ عماد محسن يعني ممكن هو خطأ في بعض الاختيارات لأن مراتك اختيارات ممكن تأثر عليك لكن بعدها أنا عشت وياه في نادي الكرخ وعشت وياه في نادي الصناعة. عماد بعد ما مر بظروف معينة عماد ما وجد المدرب اللي يحتويه ويتعامل وياه بطريقة اللي ممكن يرجع للأضواء مثل ما هسه يمكن صارت ويا محمد قاسم لاعب نادي النجف. نعم. مر بفترات اجى الان الكابتن غني شهد احتواه وعرف كيف يتعامل معاه والان محمد قاسم الكل يشيد بدوره بمستواه. اي فعماد محسن ما شاف المدرب اللي قدر اكثر يحتوي. اختيار اثر عليه يا اختيار اللي اثر عليه ايه؟ اتوقع يعني انا بعد خروجه من الزهراء والقوة الجوية بعد خروجه من ذني الاندية عماد تغير وضعه. الصورة الأخرى. تحياتنا الكابتن صادق أبو محمد. كابتن صادق كابتن صادق من أكثر المدربين اللي لهم قيمة كبيرة داخل قلبي بصراحة.
يعني أكثر المدربين اللي أحبهم وهو صاحب فضل علي يعني بكثير من الأمور. يعني أنا حتى خارج الرياضة يعني أكثر من مرة صار لي موقف وهو وقف وياي بصراحة. كابتن صادق أنا يعني مديون له وصاحب فضل علي. تحياتنا لكابتن صادق. الصورة الأخرى كابتن قصي. كابتن قصي من أفضل المدربين بصراحة، بس هو غير محظوظ وقلب طيب. غير محظوظ بشنو؟ يعني كان ممكن أنه يروح بفريق أو يستلم فريق أفضل من الفرق اللي يستلمها، وأنا متأكد لو أتيحت له كل العوامل النجاح ممكن يكون من أفضل المدربين في دورينا. وعلى فكرة الكابتن قصي يعني من المدربين اللي أحبهم بصراحة لأنه قلب أبيض. عصبي زايد عن اللزوم؟ عصبي بس قلت لك يعني يحب أثناء يحب أثناء اللعبة أو بالمحاضرة. هو يحب اللاعب اللي ما يخطأ، يحب اللاعب دائما يريد يشوفه صح. هو حتى في بعض الأحيان يتناسى نفسه إنه هو مدرب، يتذكر نفسه إنه كأنه ما لاعب وكان وهذه. فأنا أحبه لأنه مدرب خوش مدرب. حاليا تجربته جديدة وقلب أبيض، أنا أحبه. وقد تكون تجربه رائده سيذهب الى اولمبياد، ممكن راح يستفاد منها الكثير، وهو داخل في دوره البرو هم راح تضيف له الكثير. والكابتن راضي شنيش من افضل المدربين بالعراق اكيد هم راح يستفاد من عنده. الصوره الاخرى همام عصبي وياك بالصورة. هذه في مباراتنا مع القوة الجويه في ملعب النجف. هذه المباراة كنت يعني أنا من أفضل اللاعبين، كنت متواجد في المباراة. حتى علي جاسم يمكن في هذه المباراة دقيقة 68 شالوه من المباراة الكابتن أيوب وديشو. طلعوه من المباراة. همام أثناء المباراة كل ساعة يجي يحكي وياي، أوقف لا أضربك، أوقف لا قلت لك، لك أوقف. أنا همام علاقتي بيه طيبة. همام من اللاعبين المؤدبين والمحترمين بصراحة. فبحكم الشقة والميانة ايه يعني بحكم الميانة، مو هاي اللعبة صرفت جهد بدن كثير، فهو ظل يقول لي اوقف راح اضربك ما اعرف شنو يتكلم وياي بالملعب. زين الصورة الأخرى علي جاسم. هاي نفس المباراة؟ نفس المباراة. على فكرة علي جاسم من الأصدقاء المقربين عندي. حاليا سابقا؟ سابقا وحاليا، يعني انا من كم يوم يعني كان اتواصل بينه. هو كان لاعب وياي في نادي الكرخ. صحيح لاعب وياي في نادي الكرخ. وعلي جاسم اتوقع له يكون مستقبل كبير بصراحه، هو اتوقع ممكن راح يستمر فتره طويله بالاحتراف. اتوقع اي يوم واحد هو ورجع، والله ما طول فتره، هاي يمكن واحد يشوف. لا لا هي تجربته، شوف من راح ولا شنو رجع. رايك انت تقول قريب علي راح احتراف يوم واجى، شنو السر؟ شوف على فكرة الفترة اللي راح بيها بالاحتراف الخارجي كنا أنا وصفا هادي موجودين في تركيا، وهو موجود في تركيا. هو في انطاليا واحنا في اسطنبول. وكيل اعمال لاعبين ماهر كان يتواصل ويا صفا، احكوا ويا علي. علي كان يعاني من شوي اللغة صعبة عليه، شعر بغربة. وعلي أنا أشوفه تجربته الآن من ترك الاحتراف ورجع الآن ضافت له كثير. هسه علي جاسم مهيئ يلعب في أوروبا لأنه طور من نفسه كثير. لو رايح في أوروبا ممكن فترات تكون قليلة للعب. أنا أشوف رجعت للعراق حاليا جاهز يا دوري. يعني هسه حاليا ممكن الدوري التركي دا يروح له يلعب باستمرار. تمام الصورة الأخيرة. أوروبا اليوم لازم تروح تلعب تركيا كذا حتى وبعدين تصير بوابة تنطلع مثل ما صارت ويا علي عدنان. تمام قوقية حسن عبد الكريم. حسن يعني شخص طيب مرح، هم من أصدقائك المقربين؟ اي نعم حسن طبعا. انا مسافرين هاي انا طبعا من اصدقائي المقربين. لا سابقا له حاليا. لا لا هنا مسافرين. انتم كنتوا فريق واحد؟ لا لا هو في نادي الزوراء. احنا مع الزوراء. وانا في نادي الصناعه. انا في نادي الصناعه وهو في نادي الزوراء. هذه الصوره صارت بها حادثه
ممكن حسن عبد الكريم كان يتعرض لحادث يعني ممكن يؤدي بحياته. يموت؟ ايه. لا والله. والله العظيم. حسن من نوع الشجاع يعني يجازف. فاحنا هذا بحر انت تشوفه بحر وبس احنا واجرنا يخت، قال خلينا ناجر يخت نروح. قلت له يلا ماشي حسن خلينا نروح ناجر يخت. خابرت على صديقي بلبنان قلت له اجرنا يخت، اجرنا يخت ورحنا وهذه. فاثناء ما جاي نمشي باليخت قال اريد اجر ماطور هذا اللي بالبحر. انا خفت عليه قلت له حسن لا ما اعرف شنو اترك هذا الموضوع. قال لا اريد. هو من النوع اللي يجازف يعني حياته يحب المجازفه بصراحه. فهو اجر الماطور اخذ الواهج ظل يلعب بيها ما اعرف شنو هذه. فاحنا جاي باليخت جاي اصور بيه اني البنزين مالت الماطور بقى مشلب ما يرجع وهو عود يريد يجي يعني يشاقه. فالماطور انقلب بيه واثناء اللوفه مالته ضرب بالسفينه اليخت العفو وراد راسه يضرب بال راسه راد يضرب بال باليخت ووضعه يكون جدا صعب. بس هو يعني ذاك الوقت يعني الله نجاه. صدق؟ والله العظيم حتى هو صارت عنده رهبه ذكرتني بحادثة عماد محمد أيضا مقارب. لا مال حسن عبد الكريم بالقوقية جاء بالماطور سريع يعني يمشي سريع عود راد يسوي حركة يلوف كل حركات ها راد يلوف. بس أنا بهاي شو سويت يا موقف مو حلو. حسن عبد الكريم أنا حجزت له التيكت عندي صديقي أو شركة فمن ردنا نسافر أنا حجزت له التيكت. فهناك قال مشكور غير لي التيكت اريد اسويه بيروت اربيل. فكان في وقتها يريد يروح يمكن الشيرك وكريم. فهو لانه ما رجع وياي لبغداد قلت خلي اسوي بيه موقف. فهي طيارته كانت يمكن الساعه بالاربعة اتذكر العصر بالاربعة العصر بس ساعه قلت له قلت القوقيه قلت له قوقيه طيارتك الساعه بالثنتين. قال مشكور ما يخالف انا اروح من وقت عندي جواز دبلوماسي. قلت له قوقيه لازم تروح من وقت هاي ومخليه بالمطار يمكن قبل خمس ساعات هو بالمطار ونايم بالمطار حتى رادك تروح عليه تقرا. غير التكت مكتوب عليه وقت الطائره. لا هو ما يقرا. زين سؤال اخير اختم به هذه الحلقه. بما انه كلاهما اصدقائك ومن نجوم العراق ولاعبين مميزين. حسن عبد الكريم ام علي جاسم؟ انا الافضل بالوقت الحالي متواجد. بالوقت الحالي علي جاسم. علي جاسم. بس لكن حسن عبد الكريم وموهبه بالعراق من احسن المواهب. من بعد علي جاسم اختار حسن عبد الكريم، بس بالفترات السابقه حسن عبد الكريم كان هو انا اتحدث حاليا. حاليا علي جاسم. علي جاسم افضل. اي نعم. مشكور كريم، كنت معي ضيفا عزيزا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لتواجدك. شكرا جزيلا لك أستاذ علي. الشكر موصول لكم مشاهدينا الأكارم، نلتقي غدا، السلام عليكم ورحمة الله.